مكملين نحن وحنروح لفقرة كتير مهمة اليوم ضمن الشهر الكريم. كتير مهم اليوم نجسد القيم الإيجابية اللي كنا افتتحنا فيها صباحنا لليوم، ومن خلال العمل التطوعي ومن خلال اليوم ان نحن نقدر نشعر بالأشخاص اللي حوالينا ضمن الظروف الصعبة اللي عم بنعيشها. صحيح رشا، ورمضان الكريم هو فرصة لحتى نعزز هاي القيم ونحاول نعطي نرجع هاي القيم الحلوة اللي ربيانين عليها من قبل، ونرجع نجدد هذا الإحساس أنه نحن اليوم كل حدا فينا مسؤول بالإمكانيات الموجودة عندنا. أحيانا بنقول أنه نحن ما عندنا هاي القدرة المادية لنكون نحن متواجدين. اليوم ثقافة التطوع موجودة، ونحن اليوم ضمن الأزمة والسنة وبعد سنة عم بتزيد هدول الفعاليات وعم نشوفهم أكثر موجودين على الأرض. صحيح، هو السوشيال ميديا هو اللي عم يعزز هي القيمة أكثر. صرنا كثير عم نشوف هي الفعاليات، ونوعا ما عم يصير عندنا هي حالة الغيرة الحلوة إنه نحن ننزل طبعا ونعطي. رح نحكي اكثر عن ثقافه التطوع والعطاء. بيسعدنا نرحب بالسيده ريما حاج محمد، امينه سر جمعيه العطاء الخيريه. رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ورمضان كريم. ينعاد عليكم. هلا هيك من العطاء هو احد يعني اهداف اليوم الشهر الكريم، نحن لنقدر نعطي لنقدر نجدد شيء من انفسنا. هو كل الاشهر بس يتبلور بهذا الشهر. لا يتبلور، نحن اليوم ما أنا قادرين نكون بكل الاشهر معطائين يعني تماما، بس دائما بيلقى الضوء بالمناسبات الدينيه على الشغلات يلي بتتبلور بهي المنحه. جمعية صبايا العطاء التنموية، أنا بحب أوضح كلمة تنموي لأنه كلمة تنموي تختلف عن كلمة خيري بكتير أمور. كلمة تنموي هي موضوع تثقيفي هام جدا، وكلمة تنموي له أهداف تنموية اللي هي التنمية الفكرية. فنحن نعني بالمرأة والطفل بلاس للأعمال والمبادرات الأخرى. طيب جمعية العطاء التنموية صبايا العطاء التنموية بدأتوا من سنوات وحتى من بداية الحرب، وكان لكم كثير نشاطات مختلفة. كيف اليوم هيك نشاطاتكم اختلفت عبر الزمن؟ أهدافكم التنموية اختلفت معها؟ صحيح، لأنه أنت لحتى تحاولي أنك تكوني شخص فعال بالمجتمع بدك تشوفي وين الثغرات يلي أنت ممكن تكوني مفيدة فيها كرمال أنت يكون دورك على الأرض منتج وفعال. فنحن مثلا خلال فترة الأزمة فينا نقول كان لنا أدوار تانية، يعني كان عنا حملات تبرع بالدم، كان عنا حملات معينة مع أخواننا بالجيش العربي السوري إلى آخره. بتتغير المعطيات بتغير الوضع، يعني حتى أهدافك بتتطور بالشيء اللي ممكن يصير مع الواقع. يعني مثلا وقت كورونا بتغير أهدافك تماما، يعني في كتير شغلات بتطرق على الأرض بتخليك أنت تكوني شخص مرن لأنه ما فيك تضلي تعطي أشياء هي هلأ حاليا مو مطلوبة منك. فنحن تطور الموضوع بتطور الوقت. عم نشوف اليوم ضمن الشهر الكريم كثير من الجمعيات والمبادرات، مطاعم افطار صائم منتشره بشوارع دمشق. صحيح. وباقي المحافظات. خلينا نحكي اليوم عن نشاطاتكم ضمن الشهر الكريم، شو عم تشتغلوا انت والفريق؟ اكيد اول شيء موجه تحيه لكل زملائنا واصدقائنا بباقي الجمعيات، وانا بعرف هذا الموضوع قديش بيكون متعب. نحن سابقا باحد الرمضانات كان عندنا بنك الطعام السوري، كان له طابع كتير حلو انه هو كان كل ايام السنه وكان اكثر شيء طبعا برمضان. نحن هاي السنه لقينا انه في اكتفاء بموضوع وجبات الافطار للامانه، في اكتفاء يعني. فانا ما راح اكون بوضع مزدحم، يعني انا بروح بقى بشوف وين في عنا شيء ثاني نحن بنحققه. فحاليا نحن بشهر رمضان توجهنا لموضوع الملفات الطبيه خاصه للاطفال، عمليات جراحيه، ادويه مكلفه، رحلة علاجية مكلفة. توجهنا نحن لهذا المنحة تقريبا، هو نحن قلنا متوجهين له فترة من أول ما بلشت كورونا كونه شغلنا كان مع أطفال ذوي احتياجات خاصة، وبالوضع الصحي تبع كورونا احنا ما فينا نجمعهم، فتوجهنا للملف الطبي. طيب ريما، خلينا نحكي أكثر عن هذا الملف الطبي، تفاصيله أكثر، مين المستفيدين منه؟ وهلأ يعني خلينا نحكي عن الإنجازات اللي صارت من بداية رمضان لهلأ. هلأ نحن عنا فريق بكل المحافظات، ونحن نحن معروفين سوشيال ميديا جدا، سوشيال ميديا كثير بيس قوي لنا. نحن عندنا اكبر جروب بالشرق الاوسط، جروب صبايا معروف، هو حصرا صبايا، يعني نحن بس فئه صبايا. يمكن لو كانوا بس فئه صبايا يمكن ما بعرف اكبر جروب باي
ناحية كان. فنحن بيتواصلوا معنا المستفيدين عن طريق صفحاتنا الشخصية، ونحن لما بننشر الحالة بننشرها بمصداقية تامة، ونحن كأشخاص يعني كقائمين نحن ما بنجمع أي مساعدة، نحن بنخبر الأشخاص اللي حابين يساعدوا على المشفى، رقم الغرفة، رقم الطابق، يتوجهوا هن لهون. أنتوا صلة وصل فينا نعتبر؟ نحن صلة وصل، بس نحن قلنا مصداقية كتير كبيرة. طبعا هذا الشيء أكيد مو بيوم وليلة، كان على مدى سنوات. يعني نحن كل محافظة إلى فريق، وقت تجينا حالة نحس إنه هاي الحالة نحن لازم نساعدها، بتروح صبية على هاي الحالة بتبعت لنا تقرير الحالة 1 2 3، نحن شو مطلوب مننا أو شو بنقدر نغطي بهاي الحالة أو شو الحل المساعد الإسعافي أو ممكن عملية جراحية تنهي الموضوع كله. نحن بننشر الموضوع على صفحاتنا وعلى جروب صبايا، بننشره كاملا مفصلا، يعني بيجي هيك من القلب للقلب، يعني ايه من القلب للقلب بيوصل فورا يعني، والصبايا ما بيأثروا حرفيا. وصدقيني ما في حالة عنا ضلت أكثر من يومين إلا وتسكرت، نقول إذا خليت خربت ايه ما في حالة ضلت. وفي عن يعني نحن صح جروب صبايا، بس نحن عنا أصدقاء أطباء كمان بوجه لهم تحية، كمان هن كتير مساهمين سواء بالمعاينات مجانا، أحيانا بعمليات هي بتكون من عندهم مجانا، وأحيانا بأدوية من عندهم كمان مجانا. يعني في عنا أصدقاء فينا نقول بالعامية كفوين. يعني من خلال الحديث اللي عم تقولي حضرتك، معناته اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كانت عم تعمل إضاءة إيجابية على الجروب، وكان في تجاوب كمان خبرتينا من الأعضاء الموجودين ضمن الصفحة. شو أهم الحالات اليوم إذا هيك حبينا ناخد كم حالة اللي قدرتوا أنكم تنجزوا وتقدموها بشكل صح؟ يعني هلأ آخر حالة كان في عنا طفلة كتير حدا هيك حبوب، يعني هن الأطفال بينحبوا بتتعاطفي معهم، غير يعني بتتعاطفي مع كل الحالات، بس بيضل الطفل انت باللا شعور، يعني بتحسي انه بتحاولي تحققي له حياة جديدة مريحة أكثر. كان في عنا طفلة عندها مشكلة هرمونية، فهي بدها أبر نمو، أبر النمو مكلفة جدا، تم يعني كل شهر نحن متكفلين بأبر النمو تبعها. في عنا حالة هي الحالة كانت حتى انكتب عنا بكل وسائل الإعلام كحالة طبية مو كحالة نحن سكرناها، لأنه كانت حالة نادرة جدا. كانت عبارة عن كتلة تقريبا وزنها شي 6 كيلو متموضعة عن طفلة عمرها 12 سنة من الكلية للكلية، كان بقيان سنتي واحد بتوصل للشريان الأبهر، بتسكر الشريان الأبهر، وهي كانت يعني الوضع المادي غير مساعد. فاتورة أحد المشافي الخاصة كانت أرقام جدا كبيرة، نحن قدرنا نعمل العملية للأسف تم استئصال جزء من الكبد وجزء من التحال التصاق الكتلة فيه، بس تمت يعني فيك تقولي أنقذنا حياة للطفلة، عمر جديد لكذا طفلة ولكذا طفل. والشغلات الحلوة، أنا هاي العمليات بحب أقولها لأنه أنا بعرف أنه كطفل بيكون طفل كتير حساس، هي عملية شفة الأرنب، عملناها لكذا طفل لأنه كانوا عم يتعرضوا للتنمر، وكان الوضع جدا مسيء لهم اجتماعيا، وهن أطفال والطفل بيكون حساس، في أطفال ما كانوا يقبلوا يطلعوا من البيت. وهي العملية بتتم على مرحلتين حسب كمان وضعها، صرنا خبراء نحن بالأسف، صرنا نعرف النظرة الأولى اليوم في التشخيص حسب كمان وضعها. فأنا كتير حبيت هاي النوع من العمليات، لأنه أنت قدمتي للمجتمع بطريقة هو بيحبها، وأنت بدل ما يكون هو شخص منبوذ، الأطفال ما بيقدروا كتير يميزوا أنه هذا الشيء غلط وما بيصير يتنمروا وكذا. أي أنا عملية شفة الأرنب لكذا طفل عملناها، كانت كتير مؤثرة عندي. هون عم تحكي عن عمليات تشميلية نوعا ما، نعرف الظروف شوي الاقتصادية أو مو شوي الكتير على كتير عالم كتير عالم، طبيعة العمليات أو كثرتها اليوم بتخليكم تحطوا أنتوا أولويات، ولا أي حالة بتجيكم فورا بتعرضوها على الجروب؟ لا نحن عنا أولويات. شفة الأرنب صحيح هي تجميلية، بس هي ما فيني أقول لك تجميلية، أنا بحسها للطفل هي إنقاذية. نحن كمان تنموي ودعم نفسي، أنا ما فيني أدعم طفل نفسيا بخليه يتقبل حاله ويقدر يشوف حاله بالمراية ويروح يلعب مع رفقاته وهو عنده مشكلة خلقية. يعني هي ما تجميلية، نحن جملنا في يعني نحن عملنا عمليات ترميم حروق لسيدات مشوهات، انا ما فيني اعتبرها تجميليه، انا هاي العمليه ما بعتبرها تجميليه، انا هاي العمليه بعتبرها انقاذيه. يعني ما فيني اعتبرها تجميليه، انت عم ترجعي للوضع الطبيعي، انت ما عم تروحي لشيء ثاني. انا عمليات ترميم الحروق للسيدات يعني انا اعتبرتها من اولوياتي. نعم، لكل معناتها حدا
عنده حاجة طبية معينة، صبايا العطاء موجود وجروبهم موجود عبر الفيسبوك دائماً. والصبايا موجودين ليساعدوا يقدموا المساعدة. شكرا كثير لك. شكرا اليوم لصباحك. شكرا. الله يوفقكم وشوف هيك دائما نتائج حلوه على الارض. وكثير اليوم مهم هذا التشبيك بين الجهات الاهليه وال خلينا نقول الجهات الحكوميه خاصه ضمن الظروف اللي عم نعيشها. صحيح. يسعد صباحك. صباح.